والواد ديال شراعة الخوت من الفوق، شوفوا معايا المنظر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وانتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا الخوت، راني بالضبط في المقهى ديال الطلبة اللي معروفة، جاية في القند ديال بني جديد، قند ديال شارع بنو سينا. المهم راني جالس هنا نشرب واحد كاس ديال اتاي، واحد شوية غادي نتوجه للجهة ديال واد شراع، نشوفوا واش باقي شي ما تما بعد ديك الأمطار الأخيرة اللي كانت. وراكم عارفين يعني النسبة ديال المياه كانت بزاف تبارك الله في المنطقة الشرقية وأيضا في المدينة ديال بركان، وشفتوا معايا وكنتوا شفتوا بزاف ديال الفيديوهات لا في الفيسبوك ولا في يوتيوب اللي هضروا على هذه القضية ديال الويدان أنهم حملوا. غادي نمشيو لواد شراعة نشوفوا كي دايرة الدعوة تما، شحال ما مشيت لديك البلاصة، ونشاركوا معكم طبعا الأجواء. كان واحد العدد كبير ديال الحمام تبارك الله هنا. غادي يولي غادي يولي، غادي نستناو شويه هنا حتى يولي. هذا هو شارع محمد الخامس، الشارع الرئيسي في مدينه بركان. رحنا قدام اوتيل روزالينا وجوج ديال المقاهي ديال توين، هما هادو اللي راه يبانوا لكم. يا خوتي، رحنا دائما في شارع محمد الخامس، راني وصلت لهاد البلاصه. هنا راكم تلاحظوا واحد البنايه كبيره اللي من راه تبنى، هذه هي المسرح ديال مدينه بركان، واحد المسرح اللي راه فيه الاشغال مستمره، وكنا ديجا هضرنا عليه هذه مده، قلنا بلي راه بداو فيه الاشغال ويبان لي راهم غاديين معاه. المهم الا كان شي جديد ولا ان شاء الله غادي نصوره لكم. شوفوا معايا، ها هي يا هذه جايه قدام الحديقه ديال لاقاليق، وحنا غادي نتجهوا للجهه ديال واد شراعه. احنا ما بقناش بزاف نوصلوا تما. هذا هو المسرح اخوتي، كما قلت لكم قدام داك المسجد ديال الساحه الكبرى. شوفوا معايا السيركيلاسيون كي دايره في هذه البلاصه، دواء عامره قدام ديك الرومبو اللي لهي. هذا هو شارع محمد الخامس. والواد ديال شراع الخوت من الفوق، شوفوا معايا المنظر.
المهم اخوتي بالنسبه لواد الشراعه راكو شفتوا معايا كاين واحد المسار في الوسط اللي يفوت فيه الماء، كاين تما الماء راه يجري، ولكن ماشي تقولوا ان الواد كامل عامر، راه هذيك البلاصه الوسطانيه هي اللي فيها الماء. طبعا بعد الامطار الاخيره اللي كانت تبارك الله كانت واحد الشتاء قويه في المنطقه الشرقيه وبالخصوص في الاقليم ديال بركان، لي الصراحه جات مع اول يعني اول فصل الخريف، راكو شفتوا راه جات هاد الشتاء بكري، والحمد لله على هاد الامطار، ونتمنوا ان هاد العام يكون فيه الامطار ويكون واحد العام ديال الخير بعد السنوات ديال الجفاف اللي عرفتها المنطقه والمغرب بصفه عامه. راكو شفتوا معايا السنوات الاخيره راه كان واحد الجفاف، الله يحفظه، هاد العام ان شاء الله تكون الامطار ديال الخير، واللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. المهم اخوتي راكو شفتوا معايا كي داير واد الشراعه، غادي نزيد نوري لكم الضفه الاخرى ديال الواد، يعني غادي نقطع الجهه ديال القنطره. درك راني في هاد البلاصه هنا واحد الشجر تبارك الله داير واحد الظل، والله الا واعر الصراحه، عطي واحد المنظر زين بزاف، راني غير على الطرف ديال ديك واد الشراعه، المهم القنطره ديال واد الشراعه راني على الطرف ديالها، كاين واحد شي شجرات هنا واحد السطر اللي دايرين واحد الظل زين بزاف. المهم درك غادي نقطعوا الجهه الاخرى، وقبل ما نقطع نوري لكم البلاصه فين. شوفوا النمل سبحان الله تبارك الله، شحال ديال النمل، الله يلا فشكال داك النمل الكحل، يعمل بجد ونشاط. ها هي اخوتي البلاصه فين راني، ها هي راه تبان لكم ديك الرون بوان فين كاينه ديك الكره اللي كانوا داروها هذه شحال، وكيتطلق فيها الماء في النهار وفي الليل، عاود تشعل الضو في الليل، هذه هي البلاصه بالضبط. كاينه لها واحد الجرده زينه الصراحه، ولكن هذيك ما كيجلسوش فيها الناس على ما اظن، راه عاد جديده فيها الغازون مخير. وشوفوا معايا تبارك الله الظل اللي دايروا هاد الشجر هنا، هاو الواد ديال الشراعه هو هذاك، هنا ديك الطريق الجديده اللي تفوت على الطرف ديال واد الشراعه وكتدينا حتى الجهه ديال واولوت، فوت على الطرف ديال الجنانه ديال المزاح. المهم هذه البلاصه درك غادي نمشي للجهه ديال القنطره ديال واد الشراعه، شوفوا معايا ها هي، غادي نقطع الجهه الاخرى ونشوفوا كي داير الماء في ديك البلاصه. هذه هي الجرده اللي قلت لكم جديده، هذه ما كيجلسوش فيها الناس على ما اظن، مانعينهم باش يجلسوا هنا، وراكم تلاحظوا راها نقيه تبارك الله خضراء، راهم يسقيو هذا الغازون مزيان تقريبا يوميا كيسقيوه. وهذه هي القنطره ديال واد الشراعه، هي هذه بالضبط هذه. المهم اخوتي راني قدام الحديقه ديال لاقاليق، ها هي مورايا راكم تشوفوا معايا المنظر، غادي واحد شويه نقلب الكاميرا باش تشوفوا معايا. صراحه في الفتره الصيفيه كانت تعمر بزاف هاد البلاصه، كانت عامره عامره بزاف، وحتى في الليل واحد المره فتمنا في الليل كانت عامره الدعوه. المهم غادي نقلب الكاميرا باش تشوف،
شوف اخوتي، الواد ديال الشراعه كيفاش ولا، راه فيه الغيص تبارك الله. باش تكونوا عارفين ان هاد البلاصه كانت عامره بالماء، هادي راه كانت كامله ماء من كانوا دوك الامطار. هادي تقريبا غير واحد 3 ايام، وراكم تشوفوا معايا راه درك باقي الاثار ديال ديك الشتا اللي كانت، يعني الارض راه منفخه في الوسط اللي باقي الماء، يعني مجهد لان المسار ديالو كانوا يعني ديجا خدموه، داروا المسار تما في الوسط ديال الواد، لا في هاد الجهه ولا الجهه الاخرى. وراني راكو تشوف، وراني على الطرف ديال هاد الحديقة ديال اللقالق، هي هادي اللي راها تبان لكم. والملاحظة اللي لاحظتها أن القلاق ما كانش يعني هادي هي الفترة ديال الهجرة ديال اللقالق، ما كاين حتى واحد، سبحان الله. كاين غير داك النوع الآخر ديال الطيور، داك البيض اللي كيتسمى طير البقر، ولكن القلاق ما كاين حتى واحد، حتى شي القلاق ما كاين هنايا. يعني هذه هي الفترة فين يهاجروا. طبعا اللي عنده معلومات أكثر على هذا الطائر اللي هو اللقلاق الأبيض يقول لنا في الكومنتير إذا عندكم شي معلومات على الفترة ديال الهجرة ديالو، وغادي نبحث على هذا الموضوع نشوفوا فوقاش كيهاجر. وراه يبان لي شي بزاوز هازين واحد الطائر، نمشيو نشوفوه. نصوروا ياك. ما يطير، سبحان الله، ما بغاش يطير.